حمص مسلوق، طحينه، ثوم، عصير ليمون، كمون، ملح وفلفل طبعا، خيار وطماطم وخرشوف مسلوق، بصل احمر مفروم، شبت مفروم، جبنه فته متقطعه، زيت زيتون، خل العنب او خل عادي مفيش مشكله مش هتفرق. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الحمص يكون مسلوق، ويفضل يكون سخن وانتوا بتشتغلوا، يعني وانتوا بتشتغلوا فيه يفضل يكون سخن عشان يتخلط معاكوا افضل. تمام، هحطه هنا في الكبة، هحط عليه الملح، الفلفل الاسود، الطحينة، عصير الليمون، الخل، الكمون، الثوم المفروم، معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وهضربه في الكبة كويس جدا لحد ما ينعم خالص، وعشان يساعدكم انه ينعم ممكن تحطوله تلج، مكعبات من التلج. نشغل. بس كده هاخد اللي احنا حطيناه بقى في الكبة ده كله، وهاخد المقادير اللي هنا هعمل فيها ايه. هحط البصل وافرده كده، وبعدين احط الخرشوف وافرده، وبعدين احط الطماطم، واحط الخيار، واحط الشبت، وبعدين احط الجبنة، وعايزة اوزعها، افتتها واوزعها. كده وبعدين اقوم حاطه عليهم الحمص. الوصفه الثانيه، انا فتحت هنا النار على الووك، هحط معلقه زيت زيتون عشان نعمل الغموس بتاع السبانخ والخرشوف، وده غموس معروف جدا جدا ومشهور قوي قوي في بعض الاماكن الريستورنتس الكبيره يعني. هنا زيت الزيتون حطيته، المقادير عباره عن سبانخ وخرشوف وجبنه، سبانخ وخرشوف وكريمه ولبنه وجبنه تشيدر مبشوره وثوم باودر، جوزة الطيب وملح وفلفل وكمون وسماء وزبده. تمام، حطيت كمان انا زيت زيتون على النار، وهزود على زيت الزيتون الزبدة، انزل عليهم الخرشوف، اتبل ملح، فلفل اسود، ثوم بودرة، سماء، كمون، جوزة الطيب، اقلب بقى كويس قوي. انزل بقى السبانخ، السبانخ تكون فريش او فروزن ومعصور منها ميتها زي ما انتوا عايزين، المتوفر عندكم. باقي المقادير هحطها طازة في الكبة على طول. الجبنة او اللبنة، الكريمة، الجبنة التشيدر،
المكونات اللي احنا عملناها على النار اللي هي الزيت والزبدة مع الخرشوف والسبانخ والتوابل. واقفل واضربهم بالكبة.